بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه من نور الدين ارشدنا الله سبحانه وتعالى لكل شيء لحال حياتنا ولما بعد حياتنا وفي اطار هذا الارشاد الرباني والنظام الالهي وضع ما يسمى بنظام الميراث اذا انتقل الانسان الى الرفيق الاعلى فمات ترك خلفه ملكا كان يجوز له ان يتصرف فيه كيف ما شاء يتصرف فيه بالاستعمال بالاستغلال بالهبه بالعطيه بالهديه بالبيع بكل انواع التصرف له ان يفعل هذا وهذا هو حقيقه الملك التام والملك التام هو الذي يوجب في ملك الانسان في اموال معينه مخصوصه الزكاه ولو فقد الانسان الملك التام ولم يكن له التصرف في ملكه كيف يشاء فلا زكاه في ذلك المال والمال في زكوات محدده معروفه في الفقه الاسلامي وفي الشريعه الاسلاميه اراد الله سبحانه وتعالى بها مواساه الفقير بعد انتقال الانسان يقول الفقهاء لا سائبه في الاسلام وكلمه لا سائبه في الاسلام معناها انه ليس هناك مال مخصوص لا مالك له. من صاحب هذا المال؟ فالإجابة أنه ليس له صاحب. ليس هذه الحالة موجودة في الإسلام. الإسلام فيه أنه لا سائبة غير مملوكة، بل لابد للشيء أن يكون مملوكا. هذا الملك الذي كان للإنسان قبل انتقاله من حياة إلى حياة ومن الدنيا إلى البرزخ تهيئا ليوم القيامة وضع الله له برنامجا ووضع الله له هيكلا لتوزيعه حتى نصل إلى أنه لا شائبة في الإسلام لابد أن يمتلكه مالك ودلنا ربنا سبحانه وتعالى على ان والوارثون من الرجال عشره اسماؤهم معروفه مشتهره فالابن وابن الابن مهما نزلا يعني الحفيد وحفيد الحفيد وهكذا لو تخيلنا ان انسانا قد عاش كل هذه السنين واصبح له حفيد الحفيد الحفيد مهما نزل والأب والجد له وإن علا يعني مات شخص وترك جد 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 جده ما يجراش حاجة بشروط معينة والأخ من أي الجهات كان أخ الأب أخ الأم أخ شقيق قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي يعني من جهة الأب أو الشقيق طبعاً فقط لكن من جهة الأم لا ابنه مالوش دعوة بينا ده هيبقى من عيلة تانية وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فافهم مَقَالَ ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر للإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء عشرة العشرة دول والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت العدد بتاعهم بان سبعتاشر علاقه سبعتاشر قريب سبعه من النساء وعشره من الرجال يستوجبون بنظام معين وباوضاع معينه يستوجبون الميراث يمتلكون ما تركته نظام الميراث كان فيه حجب والحجب معناه اما ان يكون حجبا تاما كاملا واما ان يكون حجبا جزئيا ينتقص فيه نصيب الانسان من رقم الى رقم اقل منه يسمونه حجب النقصان يعني ما ياخد برضو حاجة بس بدل ما ياخد التلت ياخد السدس اهو طلع بحاجة يعني اه لكن في حاجة تام بحيث انه ما ياخدش ولا حاجة ورتب الشرع هذا على جهة غريبة عجيبة لكنها كلها متصلة بالحقوق والواجبات والخصائص والوظائف والمراكز القانونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الزواج وفي وجوب النفقة وفي تراتيب شتى السبعتاشر إنسان دول استطاعوا أن هم يعملوا منهم خمسمية واثناشر صوره 512 صنع مات رجل وترك ابا واما واخا واختا و... ها واحد كده من ال17 نفضل نبدل فيهم وننقص ننقص ننقص فبقى في حاجه اسمها جدول الميراث نلاقيه جدول زي المثلث كده ونمشي بيه في ال17 هنا وال17 هنا لما الاب يكون مع الزوج او الزوجه او الابن او الابنه او كذا نمشي مع الاب كده اهو وبنلاقي ليه احوال نمشي مع الام نلاقي ليها احوال نمشي مع الجد نلاقي احوال وهكذا جدول الميراث لان علم الفرائض اسمه كده الميراث يسموه علم الفرائض وعلم الفرائض ده لان فيه انصبه والانصبه ربنا خلاها متتاليه تلتين وبعدين تلت وبعدين سدس نلاقي السدس نص التلت والتلت نص التلتين يبقى تلتين وبعدين نصه وبعدين نص النص ده والنصف وبعدين الربع وبعدين التوم يبقى في ست نسب بتتوزع عليها الميراث بالطريقه دي مع الاستحقاق او الحجب الجزئي مع الحجب الكلي اللي هو بيخلي بعض الناس ملهاش وبعض الناس ليها لما جاء يعني الذين يريدون إقامة شبه وبتاع مش عارف ايه قال ده الإسلام قال للذكر مثل حظ الأنثيين فيبقى ده ضد المرأة مش فاهمين يعني احنا كعلماء مش فاهمين هو بيقول ايه لغايه ما فهمنا هو قصده انه في بايس ضد المرأة تحيز قلنا له لا تحيز فين ده الحكايه الروايه ده ليها روايه كبيره انت عارف الروايه الكبيره دي ودى وشه الناحيه التانيه مش عارف الروايه الكبيره وانهم 512 حاله وانه في 36 حاله منهم يا الست بتاخد اكتر من راجل يا بتاخد زي الراجل يا بتاخد والراجل ما بياخدش يا بتاخد نص الراجل 36 حاله في الثلاث حالات الاولانيين دول وحكايه للذكر مثل حظ الانثيين ده بين الولد واخته ليه؟ لان الولد ده مكلف انه يصرف عليها ومكلف انه لما يجي يتجوز هو اللي يدفع المهر ومكلف ومكلف الى اخره نظام متكامل في الاخذ والعطاء جرت العاده في برنامج نور الدين ان يكون هناك اتصال في اتجاهين فهل عند احدكم اي سؤال حول الميراث تفضل فضلتك في مسألة دلوقتي إن بيكون الأب معاه تركة أو قطعة أرض على سبيل المثال وبيكون عنده ولدين ممكن ولد منهم ميسور الحال وولد على قده ما معهوش فلوس فهل يجوز إن الأب لسه ما تركته إن الاتنين يكتبوا عقد ما بينهم هما الاتنين وواحد يبيع للتاني اللي هو الميسور الحال ده يشتري من من الفقير؟ أولا استعمال الألفاظ وهي ألفاظ شائعة صحيح بين الناس لكن تحتاج إلى تنبيه وزع تركته دي كلمه غلط لا يسمى الشيء تركه الا بعد وفاته فهو لا يعرف هو نفسه ولا اولاده ولا حد الا الله هي ايه التركه ده ممكن يعيش ويصرف كل امواله ويموت ولا تركه له لا لكن لان الولاد طمعانين في الثروه هم له وزع لنا تركتك هو انا في ايدي ان انا اوزع تركتي هو يا وارث مين يورثك فاصلا لازم ناخد بالنا من الحكايه دي انه ده ملكه يفعل فيه ما يشاء فاذا اراد ان يوزع للولد اللي قاعد يرعى على الارض والولد التاني اللي عنده مطار في كندا خلاص ربنا فتح عليه وكذا يفعل ما يشاء ولكن يكون هذا الفعل بمنطق يكون هذا الفعل بعداله لا يكون سببه هو التحيز ان هو متجوز اتنين ده ابن واحده وده ابن واحده تانيه فعايز يغيظ دي وينصر دي على دي وهكذا لكن الملك يقتضي ان يتصرف الانسان في ملكه كيف يشاء ده اصل الملك كده هل في عندنا اي سؤال اتفضلي بعد اذن فضلتك كنت عايزه اسال لو في حد شخص يعني قرر ان هو يكتب كل مراسه او كل كل ثروته لاولاده وزوجته نظرا ان هو خايف انه يتوفى واهله يورثوا فيه والده ووالدته لان يعني طوله اذى كتير قوي منهم فهل يجوز ليه ان هو يعمل حاجه زي كده اذن فضلتك كنت عايزه اسال لو في حد شخص يعني قرر ان هو يكتب كل مراسه او كل كل ثروته لاولاده وزوجته نظرا ان هو خايف انه يتوفى واهله يورثوا فيه والده ووالدته لان يعني طالوا اذى كتير قوي منهم فهل يجوز ليه ان هو يعمل حاجه زي كده التصرف ده صحيح لكن النيه دي نيه سوده هيتحاسب عليها لما أنه هو خايف انه حد من اهل الميراث يدخل في الميراث كده هو بيجرم في حق نفسه لانه هيجي في يوم القيامه ويقول له انت بعت واشتريت هيقول يا ربي يقول له خلاص دول حاجتهم تعالي لي انت بقى انت نويت النيه السودة دي ليه ويحاسبوا عليها ففي فرق ما بين صحة التصرف وبين النية التي عليها المحاسبة هل في حد تاني من البنات عايزة تسأل تفضلي دلوقتي لو في بنت اخواتها منعوها من الميراث وهي قررت دار ان المشاكل تتنازل عندها ازاي تعيش حياه سليمه وما فيهاش قطع رحم وكمان ما تعيش في المظلوميه الظلم في الميراث منتشر في الناس وده حرام واعتداء على حدود الله خاصة للبنات كثير جدا عندنا في بلادنا بيتسلط الوارث الرجل خاصة في الأرض كأن الأرض دي يعني إيه يعني جزء من كينونته أو شيء من هذا القبيل فيظلم إخواته ويظلم ولاد عمه ويظلم كذا إذا الى اخره وده كبيره من الكبائر الكبائر فيها لعن فيها تهديد بالنار فيها عقوبه لا يستهين الانسان بها والا فان الله لا يبارك له لا ولا في الدنيا ولا في الاخره آه كذلك الاخوه اللي بيظلموا اخواتهم الاخرين احنا قبل ما من يعني ندخل في السؤال لانه الحلال حلال والحق حق وبنيجي هنا بقى طب تعمل ايه تقطع رحم على فكره المطالبه بالحق ليس فيها قطع رحم وكان زمان اروح انا واخويا الى القاضي نروح مع بعض في وسيله واحده علشان يحكم بيننا يعني الذهاب الى القاضي يا حضره القاضي قول لنا الحق فين قول لنا تتحل ازاي مش ان يبقى في خناقه دلوقتي بنروح للقاضي لما يكون في خناقه لا ده كان القاضي ايضا مستشار للتراضي فيعني على كل حال هذه البنت بصبرها تاخذ ثواب انما اللي بيتعمل ده حرام. في هنا اتفضل. هل توفى الابن قبل الاب وبعد كده توفى الاب ففي توزيع التركه اولاد الابن اللي توفوا دول ليهم نصيب في التركه ولا ما لهمش؟ من ناحيه النظام الميراثي ليس لهم شيء. وهذه مشكله عالجها العلماء المصريون. لانه حدثت بموجبها مشكلات ودخلوا الى الحل عن طريق ما يسمى بالوصيه الوصيه للانسان ان يوصي في حدود الثلث من تركته والوصيه تصح ان تكون لوارث بناء على نص القران وحديث لا وصيه لوارث ضعيف ضعيف السند ولذلك في سنه سته واربعين اجتمع العلماء المسلمون في مصر وانشاوا ما اسموه بالوصيه الواجبه كان الجد يجب عليه ان يوصي في هذه الحاله لابناء ابنه المتوفى في حياته بالثلث او بنصيب الولد ايهما اقل انا مش عايز كمان ادي الولاد اكتر من الثلث المباح به في الشريعه فاكتر من الثلث ممنوع فياخد نصيب ابوه افرض نصيب ابوه الثلث ده معناته ثلاثة وثلاثين وثلث في المئه فيفرض انه نصيب ابوه عشرين في المئه كان سايب خمس عيال يبقى إذن ياخد العشرين ما ياخدش ال وثلاثين طب افرض خمسين في المائة الرجل اللي مات ده كان نصيبه لو كان حيا خمسين في المائة ياخد ثلاثة وثلاثين بس أولاده وهذا المال لأبنائه فقط وليس لورثته يعني امراته ما تاخدش التبن ولا حاجة فيه ويتوزع هذا المال بالنسبة للبنات والصبيان واحد الى اثنين فده بنسميه الوصيه الواجبه في حد عنده سؤال اتفضل مولانا بعد اذن حضرتك كنت حضرتك بتتكلم عن مساله التركه لو ان النيه الفاسده من المورث صدرت بالفعل والوارثه شافوا انه في واحد ظلم هل يجب عليهم ان هم يعطوا من التركه دي للشخص اللي لا لا يجب عليهم هذا لو فعلوه لكان ذلك فضلا منهم لو فعله بعضهم ولم يفعله بعض لا باس ولكن هذا مبناه ان التصرف نفسه صحيح لكنه حرام وعلشان نفهم حكايه انه صحيح ازاي صحيح وازاي حرام قال تصور ان انت اغتصبت حته ارض ووقفت فيها تصلي الظهر الصلاة صحيحة وفعلك وبقاؤك في الأرض حرام خطفت شوية مية إزازة مية ملك واحد كان ماسكها كده فرحت خطفها منه حرام رحت متوضي بيها بقيت متوضي ولكن أهو الفعل صحيح أهو واللي أنا عملته ده حرام حرام لازم اعالجه اروح أديله له تمنها اجيب له ازازه بدالها وهكذا ففي حاجه اسمه صحيح وبالرغم من استيفائه لشروط الصحه الا انه يتحاسب عليها عند ربنا وهذا منه ناخذ سؤال كده من الطرف البنات اتفضلي مولانا جرى في العرف ان يعني الذهب بتاع المتوفيه للبنات لا ده عرف فاسد الذهب بتاع الست جزء من تركتها ده يمكن هو ده ثروتها الوحيدة في بعض الأحيان فالدهب هي عايزة تدي لبناتها تدي وهي حية وهي عايشة توزعه بقى على البنات والأحفاد وتدهم لهم في الأفراح والليالي الملاح ما فيش مانع ملكها تتصرف فيه كيف شاء تدي دي غوشتين وخاتم ألماز ودي ثلاث خواتم ألماز وما تديهاش غوشتين هي حره لكن حطت راسها من هنا الكلام ده اللي في الكشمجيه بقى ترك من هنا حتى لو هي موصيه بذلك الوصيه حاجه تانية يجب بقى ساعتها علشان ننفذ الوصيه بتاعتها ان احنا نعمل شويه اجراءات منها ان نجيب الذهب ده ونقومه ونشوف هو تلت تركتها ولا لا فنفرض ان هو طلع تلت تركتها يبقى لها ان ان تتصرف فيه حتى ولو للورثه لو طلع ان هو اكتر في التلت بس نعزل التلت منه ويروح للي هي وسط ليه والباقي يبقى جزء من التركه طب هو ده تركتها كلها ما سابتش الا الذهب ده يبقى ناخد منه تلت من القيمه كلها كده والباقي يبقى تركه وهكذا قواعد الميراث يا اخوانا لازم تنفذ لانه ده حدود الله وده الحق والمستحق ولذلك ما ينفعش فيها الاعراف لكن ينفع فيها التخارج والتنازل والرضا كلنا سمعنا ان هو قال ان دي انها بتقول ده للبنت دي ومش عايزين نكسر بخاطر امنا في الكلام بتاعها ووافقنا ادم وافقنا خلاص ما يجيناش حاجه الاتفاق حلو افرض ان انا سبت تركتي كلها لاخويا بيصرف عليا وواقف معايا تملي وكده ومش عارف ايه وما اناش عايز انا التركه دي مش هعرف اديرها ولا جايبه حاجه جوزي غني وما احناش محتاجين الرضا حلو التراضي مفيش مانع لكن النزاع هو اللي فيه مانع وسيف الحياه ان انا واخد كده يعني ايه بكسفهم يعني بكسف بقيه الورثه ما ينفعش يبقى الحاجات دي تبقى واضحه في تراضي وفي رضا وفي حب كان بها بنعمل اللي احنا عايزينه لكن في معيار برجع إليه لما يحصل فيه أي مطالبة بالحق أو أي رغبة في استيفاء الحقوق طب اتفضلي حضرتك لو كان في مثلا شخص هو كتب ثروته لأولاده كلهم وهم صغيرين كلهم وبعد كده كبر وعجز وكده وبعدين الأولاد توفي فالاولاد بيقولوا ان هو المفروض يبقى تبع الميراث، يعني أنه هو يتوزع تركته تبع الميراث، على اساس احنا مش عارفين نيته تركته فين؟ هي كده اللي انت بتقوليه ده هو مالوش تركه. يعني اللي انت بتوصفيه انه كل ما كان يشتري حاجه يشتريها باسم العيال على طول. اما مشتركين واما كل حاجه موزعها من الاول. اشترى مزرعة خلاها باسم حسن وبيت راح مخليه باسم حسين وشوية ذهب راح عملهم باسم فاطمة من أولها فين تركته بقى؟ طيب لو كانت نيته ان هو كان عايز ينقل الحاجات دي باسمه قبل ما يا اخوانا وف... نيته دي عرفتوها منين؟ ده نيته دي جوه وجوه ده لا يعلمه الا الله فنيته ده تاليف من عندنا احنا بغرغ... برغباتنا احنا اقول لا ده كان نيته ده ده انا مره سمعته لا مش عارف ايه وده كلام غير منضبط وغير ظاهر انا ليا اللي هو تصرفه تصرف واضح و ما نزاع طب حضرتك بل... الاب معلوش وزر كده يعني ما يبقاش عليه وزر ان هو يوم الايام هنشوف <applause> ان شاء الله ما هو كل واحد كان طمعان في حاجه وبعدين ما خدهاش يقول مش عليه وزر يا اخوانا <applause> الله ما يمكن مش عليه وزر ما يمكن عمل الحاجة الصح ما تسيبوها لربنا ما هو هيحقق معاه ربنا هيحقق معاه لما يشوف انه ألا يعني <applause> انه فعلا عمل حاجة لكن افرض ما عمل اذا انتوا بتفرضوا انه هو عمل طب افرض ما نواش وافرض ما عملش طب ما هو هيبقى يعني التصرف سليم ومية في المية كويس وهكذا سيبوا دي لله وبلاش يا اخوانا ان احنا نطمع في اموال ابائنا وانها من حقنا ومستنيين لما يموتوا علشان ناخدها منهم ده انا منظر على الحته دي وده منظر على الحته دي وده أنا بلاش كده ده مش ملكي وهكذا نسير في نور الدين نستهدي به الى رب العالمين الى لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته